في سؤاله الأول يقول: ما حكم صلاة الميت على المنتحر؟ يقصد كيف الصلاة على من نحر نفسه؟ قتل النفس حرام، وهو من أشد قتل النفس. قتل النفس على وجه العموم بغير حق حرام. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما قد جعلنا لوليه سلطانا. وقتل الإنسان لنفسه أشد في التحريم. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن من قتل نفسه بشيء أن هذا الشيء يكون معه في نار جهنم، إن كان سما أو حديدة أو ترديا من جبل فإنه يفعل به ذلك في نار جهنم عقوبة له. وهذا من باب الوعيد الشديد. ولكن قاتل نفسه لا يخرج بذلك عن الإسلام، بل هو مسلم يعتبر عاصيا وفاعلا لكبيرة من كبائر الذنوب، ويعامل معاملة المسلم، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ويدعى له بالمغفرة والرحمة لأنه لم يخرج بذلك عن الإسلام، وإن كان فعل كبيرة من كبائر الذنوب ومعصية قبيحة، لكن يرجى له المغفرة. أن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك. نعم.